ووصلنا إلى مواليد برج الميزان، وماذا تقول لك سنة 2024 عزيزي الميزان المشتري بالجوزاء؟ باب أسفار، باب دراسات أكاديمية، باب نجاحات، كذلك شهادات عليا، كذلك هناك يعني في حياتك تحولات جذرية. من الممكن أن تكون هذه السنة في بداياتها نوعا ما، يعني الشهر الأول بيها شوية نكون أكثر حرص في التعامل، لكن بنفس الوقت يعني الملامح العامة ملامح إيجابية. ليش ملامح إيجابية؟ لأنه يتواجد بلوتو بالدلو. بلوتو صديقك، الدلو صديقك، راح يصبح بلوتو من موقع يعني يدعم الوضع الأسري، أو كان هناك فد مشاكل أسرية أو فد شيء معين، أو اضطريت إلى ترك مكان إلى مكان آخر، أو كانت هذه الفترة بيها كثير من التنقلات في حياتكم أو أفكاركم، الآن راح يصير بلوتو صديق. ليش؟ لأن راح يروح للدلو. ومنها أيضا المشتري متواجد في برج الجوزاء، إذن كواكب موجودة في مواقع هوائية داعمة لك من خلال العاطفة، كذلك راح يكون عندكم فترة إنجاب قوية جدا للي مثلا صار لهم فترة يمكن ما عندهم أو ما يعني مرزوقين بهذه النعمة، فإن شاء الله راح تكون فترة إيجابية للإنجاب، فترة إيجابية كذلك للدراسات. يعني نحاول في هذه السنة نركز على الجانب وين الصحي والجانب المهني، وكذلك هناك الدراسي، وكذلك هناك فترة إيجابية للدخول للقفص الذهبي يا مواليد الميزان. ننتقل